That drives that shit. One love. Make the world go round. Make the world go round. Fuck this sound. Switch, drop this car, nigga, going fast. I ain't even looking and run. Driving my car, nigga, runs and runs and gas, gas, pull up the grass. Drive my car. قليل من الديزل تحت هذه الإطارات وكثير من صخب المحركات مع رشقات متسارعة من عوادم الدخان. هذا ما يسمى سباق سيارات غير قانوني. يقال أن السويد من أكثر بلدان العالم تعقيداً في قواعد المرور. ربما لهذا السبب ضاق بعض مواطنيها بهذه القواعد وخرجوا عليها علناً ليؤسسوا لأنفسهم عالماً خاصاً. عالم سباق الشوارع للسيارات نشاط شعبي غير قانوني ولا يتبع لمؤسسة رياضية، يجري في شوارع عادية وليست في مضمار مخصص لسباق السيارات. تصل سرعة السيارات إلى ما بين 200 و300 كيلومتر في الساعة، وتعتبر هذه الرياضة ممنوعة في السويد، وذلك لما تتضمنه من مخاطر ومخالفات مرورية مثل عدم فحص السيارات واستخدام نوعية سيئة من الإطارات، والأهم من ذلك كله هو السرعة القصوى. سيارتان متجاورتان تنطلقان بسرعة شديدة لمسافة 200 أو 300 متر فقط. هذا هو ستريتريس، الظاهرة التي تنتشر حاليا في ستوكهولم وبعض المدن السويدية الأخرى. ليس من جهة حكومية تشرف على هذه السباقات، إذ ينظمها المتسابقون أنفسهم. في البداية يتم الترتيب لاختيار الأنسب من شوارع المدينة، بعدها يعلنون موعداً للسباق عبر وسائل الاتصال المختلفة بين أوساط المهتمين، وفي الوقت المحدد للسباق يقوم المنظمون بقطع الشارع وإعلان بدء التسابق وسط حضور غفير. إن السبب الأكبر خلف لجوء المتسابقين إلى هذه الفعالية هو عدم وجود مضمار سيارات متخصص في ستوكهولم، فقد مضت حوالي 50 سنة على إغلاق المضمار الوحيد الذي كان في ستوكهولم، والذي كان يسمى تولينغا. ومنها أخذ الناس يقيمون سباق السيارات في الشارع بدلا من المضمار الخاص، وباستخدام أنواع من السيارات كالسويدية والألمانية، تلك التي يعيد المتسابقون تصنيعها بأنفسهم. البعض يحب هذه الفعالية لما فيها من استفزاز كبير للشرطة، والبعض الآخر يحبها لأنها مسلية. من يقع في عشق قيادة السيارات يصعب عليه التوقف مهما كلفه ذلك من غرامات مالية. هؤلاء المتسابقون لا يستخدمون سيارات سباق حديثة، وإنما يعيدون بناء محركات سياراتهم العادية ليجعلوها فائقة السرعة، وهذا يكلفهم الكثير من المال. كما إن الاشتراك في السباق يمكن أن يؤدي إلى سحب رخصة القيادة ودفع غرامة مالية، لكن يبدو أن هذا كله يهون أمام نشوة الفوز في السباق، فالمتعة هي الدافع الرئيسي خلف هذه الفعالية كما يدعي المتسابقون. الفوز هو الهدف الأول في مثل هذه السباقات، والفائز يربح بعض المال، إذ يحصل الفائز الأول في السباق على 70% من المبلغ المخصص، ويحصل الثاني على 20%، والثالث على 10%. يستخدم المتسابقون أنواع السيارات اليابانية والألمانية وغيرها، وفي هذه السيارات يعاد تصنيع المحركات يدوياً. السائقون يحورونها بأنفسهم في أوقات الفراغ ومن مالهم الخاص. مسافة السباق هي 100 متر فقط. هذه الشوارع لا تتحمل السرعة الزائدة وإلا تكون خطراً. وسرعة البدء تتراوح بين 200 وحتى 300 كيلومتر في الساعة وحسب نوعية السيارة. يقول المنظمون عن سباق الشوارع إنه بدأ منذ 10 سنوات وبسيارات سويدية عادية، وأخرى يقومون بتجميعها بأنفسهم.
ويؤكدون أنه لم تحصل حوادث للسيارات المتسابقة إلا في حالات نادرة وبدون إصابات، وهو ادعاء تدحضه الشرطة من خلال سجل الحوادث التي تخللت هذه المسابقات، سيما وأن سرعة السيارات هنا تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. أنا أشارك في هذه السباقات منذ 15 عاماً، لقد شهدت حادثتين خلال هذه الفترة، ولحسن الحظ لم تسفر عن وقوع إصابة خطيرة لا بين الجمهور ولا بين سائقي السيارات. وسباق الشارع متذبذب في ظهوره واختفائه، والموجة الحالية من اندفاع هذه السباقات تعود إلى أوائل القرن الحالي. أنا أرى أن هذه الموجة ستتراجع بعض الشيء، لكن الناس سيظلون يتسابقون بسياراتهم. تساءلنا عن سبب عدم إعطاء شرعية لهذا السباق وصعوبة استحصال الموافقات، فأخبرنا أحد المنظمين بأن السياسيين أصحاب القرار في البلد يرفضون جعل السباق قانونيا، فهم على حد تعبيره أغبياء. ودافع بعض المشاركين في السباق بأنهم مضطرون إلى الاستمرار في ممارسة هذه الفعالية حتى وإن كانت غير قانونية، إلى أن يأتي اليوم الذي يقتنع فيه السياسيون بجدية هذه المسابقات وتغطيتها قانونيا. أما سؤالك بالسعي للحصول على رخصة لبناء مضمار قانوني بدل الوضع الحالي القلق، فالأمر يتعلق بمحافظة ستوكهولم وبسياسيين حمقى لا يريدون أن يفعلوا شيئا لتحسين الوضع. المتسابقون هنا يرغبون فعلا بالقيادة في مضمار قانوني إذا ما تم إنشاؤه، ولكن ربما تمضي 5 سنوات ما بين البدء بالحديث حول ذلك وبين تطبيقه، وهي مدة طويلة ليس كل الناس مستعدين لاحتمالها. إنه أمر محزن جدا. من جانبها فإن الشرطة تعتقد أن هذه السباقات ليست فقط عملا غير قانوني، وإنما له عواقب خطيرة أيضا، وذلك عندما يحجز المتسابقون أحد الطرق الخارجية طيلة وقت السباق، فيؤثر هذا على مرور سيارات الإطفاء والإسعاف مثلا، ما يمكن أن يتسبب في كوارث إنسانية. وفي الفترة الأخيرة شهدت هذه الظاهرة انتشارا كبيرا، جعل الشرطة تدخل في حالة استنفار مع كل عطلة نهاية أسبوع، فما أن تعلم الشرطة بأن هناك نية لتنظيم سباق شارع حتى تهرع بقوتها إلى المكان وتعمل على فض السباق بوسائل لا تنقصها القسوة ولا الكلاب البوليسية. حتى أنا لم أسلم من محاولة هجوم هذا الكلب أثناء التصوير. يتصرف رجال الشرطة أحيانا بقسوة بالغة، فهم يحاولون منعنا بشتى الأساليب للحد من هكذا سباقات، وأحيانا يصدمون سياراتنا ويحاولون مطاردتها أو يعمدون إلى مواجهتنا بعكس السير لإرباك السباق. أما سبب عدم القيام بهذا النشاط في مضامير خاصة فذلك لأنها غير موجودة أصلا في ستوكهولم، ولهذا نضطر إلى استخدام الشوارع العامة. Can't even see me.